رحلتنا اليوم بصمة وردية للتوعية بصحة النساء والكشف المبكر عن سرطان الثدي. نساهم اليوم في شعار بصمة وردية، والذي يوحي إلى بث روح التفاؤل والأمل والإيجابية لدى مرضى السرطان، والحث على الكشف المبكر لهذا المرض وكيفية التعامل معه. وتعافية من مرض السرطان بسبب الاكتشاف المبكر والفحوصات، تم العلاج وتخطيت هذه الأزمة، والحمد لله رب العالمين. الآن أنا في وضع الاستقرار والمتابعة الدورية. Thank you.